أهلا وسهلا فيكم، كيفكم؟ اليوم أنا عندي تحدي فني، عندي تحدي فني ممتع راح أسوي وياكم، اللي هو راح أصلح 20 ورقة. خلنا نتأكد أنهم 20 ورقة أو يمكن أكثر، هذول 20 ورقة، واحدة، اثنتين، ثلاث، ثمان، تسع، 19 ورقة ناقص واحدة. على العموم راح يكون عندنا هالمجموعة هذه. اللعبة ممتعة وفنية في نفس الوقت، تحسسك بسعادة، تحسسك بوناسة. فهي عندك 20 ورقة، زين، تصبغ. هي 4 مراحل. أول مرحلة تستخدمين أي لون تحطين على الورق عشوائي. المرحلة الثانية تصبغين عليها ورق قصاصات مصلحة أنت من أول، أو مناديل للنبكن، أو ملصقات، أو أي نوع داخل على الورق، يعني أي قصاصة، أي من مجلة، من جريدة، من قصة أطفال، اللي يكون. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة اللي هي تطبعين، يكون عندك أختام على شكل وردة، على شكل أي شكل، على كوخ، على شكل بيت، على شكل بنية. وفي نفس الوقت تستخدمين نوع الستنسل، يعني في أي ستنسل عندك على شكل اللي يصير، أشكال هندسية، أشكال بيوت، أشكال شجر، اللي يصير تستخدمين الستنسل مع الختم. الرابعة، المرحلة الرابعة اللي هي تكونين آخر شيء للتفاصيل، يعني مثلا تكتبين كلمة، أو تحطين حكمة، أو تشخبطين بالقلم، يعني تدخلين آخر شيء بالقلم. هذه 4 مراحل، وماخذتها للأمانة من واحدة اسمها شانون جرين. راح أحط قناة اليوتيوب حقتها تحت، راح أحط الرابط في القناة عندي. وفوق هذا كله يكون عندك وقت محدد لمدة 15 دقيقة، ما تعدين. انت عديتيها، ايه، كلعبة، يعني كشيء يطلع الطاقة السلبية، شيء يبعد الكآبة، يعني بصراحة لعبة حلوة، خلنا نلعبها ويا بعض. الأمانة، للأمانة، الأمانة أنا سويتها قبل هالمرة، بس الوقت ما أدركت الوقت. طيب نحط على 15 دقيقة. أوكي، قبل أضغط الوقت بخليهم مفتوحات. يما إنه الألوان هذه تهبل، حقت عيالي الصغار، في نفس الوقت من زمان يعني ما استخدمناها، حتى نتغبره. راح أفتحهم عشان أكسب الوقت إن شاء الله، يعني لسه فيهم روح. كويس الألوان. يلا نقول بسم الله. إيه، ليش أنا حاطة 30 دقيقة؟ لا، 15. يعني حطيت بعدين. اوكي 15 دقيقة. نقول بسم الله، نحط التليفون هنا على جنب. بسم الله، ما نزلت كذا.
لون واحد ما يمشي. طبعا هم يستخدمون او يصلحون التحدي هذا على ورق ميكس ميديا، ورق يعني شوي غالي، بس انا حطيته على ورق تغليف هدايا، قلت خلني اسوي تحدي فيه. هو كذا يعطي الالهام حتى في دمج الالوان والحركه. ما أدري كم وصلت من الدقائق، بس أحس إني بطيئة. ولازم أغلف طاولتي بالورق لأن أحس راح يتدمر الطاولة. بني ما حطينا بني. باقي كم؟ ما شاء الله باقي 10 دقائق. اكتشفت هذه 19 ورقة. راح اسوي هذه نصها طبعا. ما شاء الله معناته يعني 5 دقائق سويت. والله إذا في وقت راح أعيد عليهم. مرحلة إن تحطين الألوان، يعني نقول مثلا أسهل وحدة، عشان كذا يستخدم ميكس ميديا. الورق يصير ثقيل، بس لازم بعد ما أخلص لازم أفرقه. هذا حسنا الله.
يعني التحدي هذا اللي هو 15 دقيقة تبين تصلحين كل يوم مثلا مرحلة، أو كل المراحل تسويها نفس اليوم، أنت حسب نفسيتك. يعني صدق يعني الفن أو اللعب بالألوان شيء ممتع. حبيت اللونين السماوي، مو سماوي هذا، إيه مو وقت أقعد أقرأ مع البرتقالي. واش حلات، انا احب عشقت اللون هذا، عشقته مع الاصفر والبرتقالي يجنن. الالوان من زمان، يعني الواحد كان 15 ريال، الحين ما ادري عاد على كم. ومتى شريتهم؟ ايام فترة كورونا، الحبسة تخلي الواحد يدور شيء، في تحديات، في رسم، في ألعاب، في مشاركة في بين العائلة، بين العائلة، بين عائلة، بين أفراد العائلة. فعلى طول يطلع على بالنا اللعب بالألوان. مش حلات، مش حلات، مش حلات. لا احط احمر. اوه حبيت. فانا خلصت، احس اني ما شاء الله خلصت بدري، والله يستر من المراحل الثانية. باقي 5 دقايق ونص. اوكي راح اوقفه. شكيت اني حاطه 15 دقيقة كذا. المرحلة الأولى خلصت زين، بعدين راح أبدأ بالمرحلة الثانية. طبعا راح أخلي فيديو ثاني، بس شوفوا الوناسة. زين لابسكم طويل ولا كان دمرنا. يلا في أمان الله.